تمام. أربعة. لا ده صاير أحلام، ما بديش أعمل شيء بس ده أسويه. الولد خايف والله تصور. أحمد دمر نفسيته يعني على الآخر، الطفل نفسيته محطمة، دايما خايف، مش مستوعب اللي صار معه لا في المرة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، فقد كل أسرته. وما ظلتش على قد انه فقد ابوه وامه واخوه، الولد فقد ايضا دار سيده واهل ابوه جميعا، ما بقيش له حدا. الطفل حاليا عايش حياه مأساويه جدا جدا جدا.